وفي التطورات الميدانية، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية اليمنية عدة غارات على مواقع للإنقلابيين الحوثيين، أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة آخرين في الساحل الغربي للبلاد. كما تمكن الجيش اليمني من التقدم في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء. تطورات ميدانية تشهدها الساحة اليمنية كان آخرها مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي بغارات شنتها طائرات تحالف دعم الشرعية اليمنية على مواقع وتجمعات في الساحل الغربي للبلاد، تركزت في مناطق جنوب الحديدة وتحديدا في مديريات المنصورية وبيت الفقيه. أسفرت أيضا عن تدمير عشرات الآليات والمركبات العسكرية التابعة للميليشيات. يأتي ذلك فيما أكد مصدر عسكري سقوط أكثر من 70 قتيلا وجريحا من ميليشيات الحوثي إثر معارك نفذها الجيش الوطني بدعم التحالف العربي بمنطقة الكتف جنوب جبهة ميدي في محافظة حجة خلال اليومين الماضيين. المصدر أكد كذلك أن طائرات التحالف ومدفعية الجيش الوطني استهدفت خنادق مستحدثة وتحركات للميليشيات، ما أوقع خسائر كبيرة للميليشيات في الأرواح والعتاد. وفي نهم قتلت القوات الشرعية 16 انقلابيا منهم قيادي، وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة شمالي المديرية شرق العاصمة صنعاء. وتكمن أهمية تحرير هذه المواقع في أنها تقطع خط إمداد الميليشيات الحوثية المتواجدة غرب منطقة ضبوعة، ما يعني قطع الطريق أمام محاولاتهم التسلل إلى مواقع الجيش.